هناك الرمال التي نراها ونشعر بها عندما نذهب في إجازة، وهناك رمال لا يمكن رؤيتها لكنها موجودة في كل مكان حولنا. ذلك الرمل هو المكون الرئيسي للخرسانة، نستخدمه لبناء منازلنا والبنية التحتية للمدينة. لا يمكننا تخيل العالم من دون رمل، نحن نحتاج إليه. لكنه مهدد بالانقراض بسبب تغير المناخ وارتفاع منسوب المياه والاستغلال المفرط. إنه سلعة نادرة، إنه ثاني أكثر الموارد الطبيعية استغلالاً قبل النفط والغاز الطبيعي، لذا علينا حمايته. قد يبدو كأنه مورد لا نهاية له، لكن جزءاً ضئيلاً فقط من الرمال الموجودة على كوكبنا قابل للاستخدام، وهذه الرواسب تنضب، ما يعني أنه يتم حالياً استغلال بعض الشواطئ والأنهار بشكل مفرط، مع إحداث آثار مدمرة على البيئة. هذه كارثة هائلة بالنسبة إلى النهر، إنه دمار شامل. الرمال هي الدرع الرئيسية التي تحمي سواحلنا وسكانها من ويلات المحيطات. حين تقل كمية الرمال، فهذا يعني المزيد من تآكل السواحل، ما يعني المزيد من تقويض البنية التحتية القريبة منها. كيف يمكننا حماية هذا المورد القيم؟ من النصف الشمالي للكرة الأرضية إلى النصف الجنوبي، بمساعدة الجيولوجيين والمهندسين وحماة الطبيعة، بدأنا نحاول فهم أهمية الرمال ولماذا تعتبر جزءاً أساسياً من حياتنا. بعيداً عن الاستجرار الرسمي المراقب، يجمع آخرون الرمال بطرق غير قانونية تماماً، ما يتسبب في آثار مدمرة على البيئة. دوغ بيردن مدافع عن الرمال، إنه عضو في منظمة داكت التي تكافح لحماية البيئة. رافقنا إلى ضفاف نهر أومجيني الذي يجري في منطقة كوازولو نيتال. الطريقة التي نرى فيها كيف تأثر النهر بشكل سيء بهذه الجسور التي بنيت عبره لتمكين آلاتهم من عبور هذه الضفاف التي تم إنشاؤها، تعتبر كارثة مطلقة للنهر، إنها دمار شامل. تتناقض صور الدمار هذه مع المناظر الطبيعية المحيطة، حيث تعتبر هذه المنطقة وجهة شهيرة للعديد من السياح وسكان جنوب إفريقيا، إذ يسحرهم الريف المذهل على بعد 30 دقيقة فقط من ديربان. نحن في قلب وادي أومجيني، وادي الألف تلة. يمكنكم أن تروا من حولكم أنه منظر طبيعي مذهل للغاية. الرمال المتراكمة هنا في هذه المنطقة بالذات من النهر هي نتيجة لعملية طبيعية على طول الطريق أسفل الوادي، ويمكن الوصول إليها بسهولة، فهي قريبة إلى حد ما من مراكز المدن الكبيرة بيترماريتسبرغ ودربن، لذلك تعتبر منطقة رئيسية لجمع الرمال. لكن يتم استخراج هذه الرمال بشكل غير قانوني من دون أي احتياطات لحماية الطبيعة المحيطة. تآكل ضفاف النهر وتحويل المجرى الطبيعي للنهر ونقص الرمال على الشواطئ، يأتي هذا الاستخراج بثمن باهظ. وهنا يمكنكم رؤية الدمار الحاصل الآن مع هذه الحفرة التي تم حفرها بمجرد أن تهطل أمطار الصيف ويرتفع منسوب النهر، تمتلئ بالمياه. يأتي الأطفال ليستحموا في هذا المكان هنا، معظمهم لا يتقنون السباحة، حصلت حالات غرق لأشخاص هنا، والماشية أيضاً تعلق في هذه الفجوات. يمد نهر أومجيني سد، وهو مصدر مياه شرب منطقة ديربان والملايين من سكانها. تلوث المنبع له تأثير كبير على انسحاب المياه في مجرى النهر. يقومون بصيانة المعدات والمركبات في النهر، ما يسبب تلوثاً كبيراً للمياه. يمكن أن يلوث لتر واحد من الزيوت النفطية نحو مليون لتر من المياه، وكل ذلك يضيف إلى تكلفة توفير المياه من السد، حيث سيتم تنظيفه أولاً قبل أن يتمكنوا من استخدامه كمياه محمولة إلى منطقة ديربن.
لكن الضرر البيئي الناجم لا يشكل وزناً كبيراً مقارنة بالمخاطر الاقتصادية. هذا العمل يتسبب في المستقبل في خلق بطالة سيئة. لا توجد لدينا مشكلة إن قام شخص ما بالذهاب إلى هناك وأخذ بعض الرمال ليبني بضعة منازل ويبيعها أو يشيد منزله الخاص، لكن هذا تدمير للنظام بالكامل من خلال هذه العمليات التجارية الكبيرة التي لا تهتم بوضع المكان بمجرد انتهائهم منها. قد تستغرق المعركة التي يشنها دوك بيردن ومنظمته وقتاً، وقد تكون خطيرة. آتي إلى هنا دائماً. اعتدنا على مطاردة هؤلاء الأشخاص والتقاط صور لهم ووضع الأصفاد في أيديهم، ثم اكتشفنا أنها عملية تديرها عصابات كبيرة وهم منظمون جيداً، وهذا الأمر يعني لهم الكثير من المال. تعرضنا للتهديد من قبلهم، والشرطة لا تأتي إلى هنا أيضاً، وهذه مشكلة أخرى. لذلك نحن في الواقع نخوض معركتنا الخاصة. في الحقيقة أشعر بالحزن عندما أفكر في الجمال المذهل لمجرى النهر بأكمله يتأذى من قبل قلة من الجشعين المقيتين. هذه الأضرار ليست سوى غيض من فيض. غالباً ما يشق التلوث طريقه إلى أعماق مجرى النهر، ولا يظهر فقدان التنوع البيولوجي على الفور دائماً. لهذا السبب طلب دوك بيردن من عالم الأحياء مارك جرام أن يقيس بدقة تأثير السحب غير القانوني للرمال على صحة النهر. لا يمكننا تخيل العالم من دون رمال، فهي جزء من مجريات الحياة الطبيعية، والمسألة هي كيف نتعامل بذكاء مع قضية الرمال هذه. وهذا أمر ممكن، فهو يحتاج فقط إلى تنظيم ووعي وتعاون. بمساعدة آيان دالافيانا عالم الحشرات، يستمع مارك جرام لما يقوله النهر. قرر العلماء مقارنة موقعين، أحدهما يقع عند منبع استجرار الرمال والآخر في اتجاه مجرى النهر. هذا ما نسميه بالموقع غير المتأثر أو فوق منطقة التنقيب. هذا نهر طبيعي تقريباً، لذلك لدينا هنا صخور جيدة وهناك مناطق فيها بعض الرمال والرواسب، تلك التي يريدها عمال التنقيب. عادة ما تكون للنهر الصحي ثلاث بيئات مختلفة: الغطاء النباتي على الجانب، والحجارة والرمال. ولهذا السبب نريد أخذ عينات من كل واحدة من هذه البيئات الثلاث المختلفة. يبدأ العلماء بجمع عينات من الرمل لتحليلها. سنضعها هنا لنرى توزع حجم الجسيمات. إذا نظرنا إلى الشكل العام، سنحصل على نحو 50% من الحصى و30% من الرمل، وال20% الأخيرة بين الرمل المتوسط والناعم. هذا يعطينا صورة 100% هنا. ما هو مهم في ذلك هو أننا نحصل على توزيع لطيف تدريجياً من الرمال الكبيرة إلى الرمال الناعمة، وكل واحدة من هذه تشكل بيئات متناهية الصغر، وهو أمر مهم لحياة هذا النهر. ثم يدرس الرجلان الحياة البرية من خلال العينات التي تم جمعها من داخل المياه ومن حولها. سننظر إلى ذلك، هذا رائع. لدينا بعض الأشياء ذات الأشكال الجيدة تظهر هنا، لذا ما سنفعله الآن هو وضع هذا على صينية مثل هذه، وبعد ذلك يمكننا البدء بتحديد بعض هذه الكائنات الحية. هنا شيء لم نره من قبل، إنها مثيرة للاهتمام. سلطعون صغير، ديدان يعسوب، وحشرات مختلفة، إنها رحلة صيد مثمرة جداً. إذا نظرت إلى الموقع وحاولت استخلاص بعض الاستنتاجات عما نجده هنا، نجد 23 فصيلة متنوعة من الحشرات المائية المختلفة، وهذا ليس سيئاً على الإطلاق، إنه جيد بالفعل. نلاحظ أنها بيئة فريدة توفر موطناً معيناً للعديد من هذه الحشرات المائية التي ننظر إليها. إن تعرض هذا الموطن للاضطراب أو تم تعديله أو إزالته، فإننا نفقد جزءاً كاملاً من النظام البيئي المائي، وكل شيء يعتمد على هذا الجزء من النظام البيئي لن يكون قادراً على البقاء هناك.
فهو مصدر غذائي مهم لأشياء عدة مثل الأسماك. ومن ثم لدينا مجتمعات تعتمد على الأسماك فتصيد الأسماك للبقاء على قيد الحياة أو للحصول على البروتين. مقياس آخر مفيد للغاية يتعلق بالحالة البيولوجية للموقع هو نقاء المياه. نظرة فاحصة بسيطة توضح الكثير عن جودة الموقع. ملأنا الأنبوب بالماء. ينظر أياندا عبر الأنبوب إلى القرص الأسود الموجود هنا، والفكرة هي أن نبدأ من مسافة 100 سنتيمتر ونستمر في تقريبه حتى نتمكن من رؤيته في مرحلة ما. لدينا الوضوح هنا عند 75 سنتيمتراً. هذا جيد جداً. نحن قريبون من نقاء مياه الشرب. بالنظر إلى مسألة نهر أومجيني بالكامل، نجد بالنسبة إلى النظام الحيوي في هذا الموقع أن جميع الصور جيدة جداً، والتأثير على صحة النظام ضئيل للغاية. حان الوقت الآن ليذهب مارك وأياندا إلى الموقع الثاني، حيث يتم بشكل غير قانوني استجرار الرمال الواقعة أسفل مجرى النهر. بمجرد وصولهما أدركا أن هناك حكاية مختلفة. بالنظر إلى تلك المنطقة وراءنا هناك، نرى تلك الحجارة التي كانت في النهر تمنحنا تلك البيئة الملائمة المهمة التي رأيناها في أعلى مجرى النهر، حيث لم يجروا أي تنقيب، بل تم نقلها هنا ورميها على الجانب. التحليل التالي يؤكد الحالة السيئة للموقع مقارنة بتلك الموجودة في المجرى العلوي للنهر. بدءاً بنقاء الماء، تتوقف الرؤية عند 6 سنتيمترات. من 6 سنتيمترات إلى 75، إنه فرق كبير جداً، ويمكنكم حتى رؤية الفرق فقط من خلال لون الماء المختلف تماماً. وكما نرى، سيؤثر ذلك على كل ما يعيش في الماء، وعلى قدرته على الصيد والرؤية والقتال والطيران. كما توضح عينات الرمل تدهور الموقع. تمت إزالة الرمال ذات الحبيبات الكبيرة، وتركت الحبيبات الأصغر حجماً. لذلك هناك تحول في البيئة وفي المجتمع البيولوجي يوضح لنا ما يحصل بالتوازي مع تلك القضية هناك. في حين أن بعض الأنواع لا تزال تستعمر تلك البيئة، فقد هجرها العديد من الأنواع الأخرى. أظن أن من الأنواع التي وجدناها القريدس، إنها تفضل الطين والبيئة الموحلة. هناك أنواع وجدناها في أعلى النهر. ذبابة الحجارة على سبيل المثال لم تعد موجودة هنا. ذلك النوع أكثر اعتماداً على البيئة الصخرية وقد اختفى. عدد الفصائل التي وجدناها هنا 12 إن أردنا مقارنته بمنطقة أعلى النهر. هناك 23 نوعاً مختلفاً. لذا فإن التنوع البيولوجي هو النصف في أسفل مجرى النهر مقارنة بالمنطقة في الأعلى. يمكن للمرء أن يقول: ما معنى هذه الأرقام؟ التنوع البيولوجي هو أساس كل أشكال الحياة على الأرض. إنها حجرة المحرك، إنها الآلة التي تحافظ على عمل النظام. هذه مجرد حشرات نراها، لكن إن نظرنا بحذر إلى كيفية عيشها وماذا تفعل في الماء، فإن أهميتها تكمن في أنها تنظف المياه وتعالجها وتتعامل مع التلوث وتوفر مصدر غذاء للأسماك. فمن المهم أن نهتم بهذه الأنظمة ونعتني بها. كيف يمكن للمرء أن يعلم السكان أنه يجب حماية النهر ونظامه البيئي؟ كيف يمكن إقناعهم بوقف استخراج الرمال بشكل غير قانوني؟ بالنسبة إلى مارك وأياندا، يتطلب ذلك زيادة الوعي بهذه القضية بين الشركات متعددة الجنسيات. لكن قبل كل شيء، يتعلق الأمر بتوعية الأجيال الشابة بالجمال والثروات التي تحيط بهم. هؤلاء الصغار يرون هذه الحشرات التي تعيش في الماء وتنوعها للمرة الأولى. إنها مفاجأة كبيرة بالنسبة إليهم. وأعتقد أنهم بدأوا يدركون أهمية هذه الحشرات. كيف تتغير الأشياء في المستقبل؟ أعتقد أن هذه هي نقطة البداية.
هنا نبدأ في تنمية الإدراك والبصيرة ومفهوم حياة النهر والروابط التي غالباً ما لا نراها. وإن كان في إمكاننا البدء في هذه السن المبكرة مع هذا الفضول البسيط وتنمية فهمهم، إذن ستكون لدينا فرصة ربما لإجراء تغيير في المستقبل حول كيفية نظرتنا إلى الأنهار. يتمثل الحل الأكثر وضوحاً لإنقاذ الأنهار في وقف استجرار الرمال. لكن إن كان الرجال يستخرجونها الآن من الجداول، فذلك لأن المخزون آخذ في النفاد في أماكن أخرى، وسوف يواجه البشر حتماً في القريب العاجل نقصاً في الرمال. هل يمكننا الاستغناء عن الرمال؟ هل يمكننا صنع الخرسانة من دونها؟ للإجابة على هذا السؤال، قررت صوفي دي كروز المهندسة الجيولوجية أن تقدم لنا عرضاً توضيحياً. ميزة الرمل الطيني أنه يزيد كثافة الخرسانة. ما فائدة الكثافة؟ سأوضح لكم بهذه التجربة. تمثل الكريات الحصى، وسأضعها في أنبوب اختبار. إذا دفعت الكرات بالكامل، ستلاحظون أنه في مرحلة ما أنني لن أتمكن من إضافة المزيد، بالرغم من أنه لا تزال هناك مساحة فارغة داخل أنبوب الاختبار. إن كان هذا خرسانة، فإن هذا الفراغ سيجعلها أقل مقاومة. لهذا السبب، سأستمر في ملء الفراغات بإضافة الرمل للحصول على مزيج أكثر كثافة. ويمكنكم ملاحظة أنه بالرغم من أن أنبوب الاختبار بدأ ممتلئاً حد استيعابه، إلا أنه لا يزال في إمكاني صب كمية كبيرة من الرمل، وبذلك نحصل على مزيج أكثر كثافة، ما يجعل الخرسانة أكثر مقاومة. ذلك الشرح لا يقبل الجدل، فمن دون رمل تكون الخرسانة هشة للغاية وستنهار المباني، من المستحيل الاستغناء عنه. تدرك صناعة البناء هذه المشكلة جيداً. اشتد النقص في الرمال على مر السنين، حيث اضطرت شركات التنقيب إلى توفير المزيد والمزيد من الرمال للعدد المتزايد من السكان وحاجاتهم المتزايدة إلى هذا المورد. في السبعينيات سألنا أنفسنا ما الذي يمكن أن يحل محل الرمل الطيني؟ وكان الجواب البديهي استخدام أنواع أخرى من الصخور بدلاً من ذلك. لنأخذ الحجر الجيري على سبيل المثال، حيث يتم طحنه وغربلته من أجل الحصول على منتج مشابه للمواد الطينية الموجودة لدينا هنا. هذه هي الطريقة التي نحصل بها على الرمال من صخور الحجر الجيري الصلبة، التي يمكن استخدامها أيضاً في صنع الخرسانة. يعد إنتاج هذا الرمل أكثر تكلفة من إنتاج الرمل الطيني، لكن في بعض الأحيان تتم موازنة هذه التكلفة الإضافية بقرب المحجر. من الأفضل أن تكون لديكم رمال صخرية صلبة قريبة من المستهلك بدلاً من وجود رمال طينية بعيدة. ومع ذلك، فإن هذا الرمل المصنوع من الصخور المكسرة لا يزال غير كاف لتلبية الطلب. حل آخر مقترح هو إعادة تدوير مواد البناء. هذه العملية مثيرة للاهتمام من وجهة نظر بيئية، لأنها تمنع نفايات الخرسانة من أن ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات. مجموعة المواد المعاد تدويرها مصنوعة من مواد الهدم التي يتم سحقها وغربلتها لإنتاج الحصى والرمل. ويشبه هذا الرمل المعاد تدويره الرمال الطبيعية المصنوعة من الصخور الصلبة التي يمكنكم رؤيتها هنا. زادت نسبة الرمال المعاد تدويرها المستخدمة في البناء في السنوات القليلة الماضية. اليوم تتم إعادة تدوير نحو 70% من ركام الهدم، ومع ذلك هذا لا يغطي سوى 25% من جميع احتياجات البناء. من الواضح أن هذا لا يكفي لوضع حد للاستجرار المفرط. وهكذا يستمر البحث لإيجاد بديل مناسب. يعتقد البعض أنهم قد عثروا عليه. بالفعل، إنهم يبدلون الأسمنت كلياً بخرسانة نباتية.
فيما يتعلق بالبناء، يستخدم لوك موريدز المواد الحيوية، بمعنى آخر المواد المصنوعة من النباتات. إنه مقتنع بأنه يمكننا خفض استهلاكنا للخرسانة الأسمنتية بشكل جذري، مثل ما فعل عندما جدد هذا المنزل في ألزاس. في هذا الموقع بالذات، كان هدفي الرئيسي هو إثبات أنه من الممكن البناء باستخدام مواد حيوية متنوعة. هذا المنزل معزول بحزم من القش في كل من السقف والجدران. اخترنا عزل الإطار الخشبي للمنزل المجاور له، والذي يعود تاريخه إلى القرن 18، بألواح خرسانية من القنب وألواح القصب. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الخرسانة النباتية والخرسانة الأسمنتية في أننا نستخدم النباتات بدلاً من الرمل، ونبدل الأسمنت كمادة ربط بالجص والجير. لا يمكنكم إزالة الخرسانة بالكامل من المباني، فمن الواضح أنه لا يزال له الاستخدام الخاص به. في الأساسات على سبيل المثال، تحتاجون إلى قاعدة صلبة لبناء منزل عليها، لكن يجب عمل الحشوات والعزل بهذا النوع من المنتجات في المستقبل. الوصفة بسيطة للغاية، القنب ومادة الربط والماء، هذا كل شيء. الأمر بسيط للغاية وفي متناول الجميع، نضيف الماء فقط ونخلط بالشوكة ونملأ القالب أو النموذج. أي شخص يستطيع القيام بذلك. كان القنب من أوائل النباتات التي قام الإنسان بتدجينها في العصر الحجري الحديث، ويمكن العثور عليه في كل قارة. تمت زراعته لصنع القماش والورق وتجهيز السفن. لقد ترك هذا الإرث علامات حديثة. شارع كانبيير الشهير في مرسيليا يعني اسمه في الواقع مزرعة القنب في اللغة البروفنسية. تم التخلي عن ثقافة القنب في بداية القرن 20، وتمتعت مؤخراً باهتمام متجدد حول العالم. الصين وكندا والولايات المتحدة هي أكبر المنتجين، تليها أوروبا وفي مقدمتها فرنسا. يتطلب القنب القليل من الماء، فهو مفيد للتربة ولا يتطلب مبيدات، لذلك ليس له أي تأثير على البيئة. بعكس استخراج الرمال، تتمتع خرسانة القنب بميزة على نظيرتها الأسمنتية. في حال وجود مستوى عال من الرطوبة في الغرفة، فإن خرسانة القنب تمتصها. هذا ما نطلق عليه الجدران القابلة للتهوية. نعلم أن الخرسانة الأسمنتية بالكاد تسمح بمرور بخار الماء، وهذا هو السبب في أنها تتطلب أجهزة إضافية لتصفية الهواء وتبديله. يوجد قنب، لكن هناك أيضاً القش والتربة والخشب. يمكن استخدام العديد من الموارد بنجاح في البناء لتجنب استغلال الخرسانة والرمل. يكمن مستقبل البيئة في استخدام المواد المحلية. الفكرة هي تطوير صناعة القصب عندما يوجد العديد من البرك والبحيرات، وذلك باستخدام نبات القنب حيث تكون الأرض مناسبة لنموه، أو اللجوء إلى القمح، وتتم زراعته إلى حد كبير مثل منطقتي بري وبوس بالقرب من باريس. من خلال توخي الحذر، سنقلل بشكل كبير من بصمتنا الكربونية. بعكس الخرسانة الأسمنتية، تتمتع الخرسانة النباتية بدورة حياة بيئية من بداية استثمارها حتى نهايته. في الوقت الحاضر، يمكننا ملاحظة أن البناء يتم بشكل أساسي بالخرسانة، فكيف يمكننا إعادة تدوير هذه المباني؟ نعلم كيفية القيام بذلك عن طريق تكسير الخرسانة، لكن هذا يتطلب الكثير من الطاقة، ولن تكون هذه المواد مستدامة في المستقبل. عندما نستخدم مواد طبيعية في البناء، تكون عملية إعادة التدوير بأكملها أبسط بكثير. لا توجد مواد أخرى يمكن إعادة تدويرها إلى أجل غير مسمى. من ناحية أخرى، يمكن طحن القصب واستخدامه للعزل أو كنشارة للحدائق أو كمواد قابلة للاحتراق، والشيء نفسه مع القش. يمكن إعادة استخدام صوف القنب للعزل بمجرد هدم المبنى. هذا شيء سنحتاج إلى وضعه في الاعتبار في المستقبل. هذا يثبت أنه من الممكن صنع الخرسانة بشكل مختلف وبطريقة أكثر صداقة للبيئة، لكن أولاً يجب إقناع المستهلكين. لدينا خيارات أخرى للخرسانة، لكن يجب أن يوافق غالبية الناس على ذلك. أنتم وأنا من نقرر مستقبل هذه المواد، وليس الصناعيون من يقررون. يقع على عاتقنا تطوير هذا، أي على عاتق الناس، وهذا أمر حتمي. الرمال ليست مورداً غير محدود،
ومع ذلك فإننا نستنزفها بسرعة تنذر بالخطر. خلال 30 عاماً الماضية زاد الطلب على الرمال بنسبة 360%. التقارير مأساوية، حيث إن ربع السواحل بالكامل آخذ في التآكل. في إندونيسيا اختفت بالفعل جزر بأكملها. في فلوريدا 9 من كل 10 شواطئ لن تكون موجودة في غضون سنوات قليلة. سوف يتغير نمط حياتنا بشكل جذري. هل سيكون لدينا الوقت الكافي لتغيير عاداتنا وحماية العالم؟ يمكن أن يكون البناء بشكل مختلف باستخدام الموارد المحلية والنباتية جزءاً من الحل، لكن من الواضح أنه لن يكون كافياً لوقف الأضرار التي لحقت بكوكبنا. هل سنكون الأجيال الأخيرة التي ستستمتع بما تمنحنا إياه الشواطئ؟ إن كان الأمر كذلك، فسيتعين علينا أن نتعلم كيف نعيش في عالم خال من الرمال.